من جديد عدنا لكم في راح نضيف بعض الكلمات وبعض المصطلحات التي تساعدنا في بداية حوار. كيف تقدر تقول الحوار؟ كيف تدير الحوار بشكل جيد؟ هي ليست مسألة أنه فقط تفهم بعض أو تحفظ بعض الكلمات ويعني تقولهم، لا، في بعض الحوارات من الجيد أنك تفهمهم وين تقولهم في المكان المناسب. بالبداية congratulation بمعنى تهانينا، بمعنى أنه لما إنسان أمامك يفوز، جميل، أو فاز بمرحلة معينة، تمام، من الجيد أنك تصافحه وتقول له أو تقولها congratulation، تهانينا، تمام، زي التبريك له أو لها. فcongratulation بمعنى تهانينا لك، إذن congratulation، جميل، congratulation. طيب، هذا نقطة رقم واحد، إذن congratulation بمعنى تهانينا لك، تمام. أيضا بإمكانك تقول well done، يعني لما إنسان فاز أو جاب جول معين وكذا فالتفت لمك وكذا فتقول oh well done، أحسنت، أو well done you، أحسنت، تمام. فهنا you أداة emphasizing، تسمى تأكيد، أكدت إنه أنت برافو عليك يا شيخ، جميل. إذا congratulations بمعنى يعني تهانينا لك أو لك، جميل. well done لما تقول الإنسان أحسنت أو يعطيك رب العافية، برافو عليك، جميل. إذا هذا كل هذه الكلمتين لما تشوف إنسان فاز في شيء أو تريد أن تبارك له على إنجازه، تمام. أيضا لما تسمع خبر جيد عن شخص معين تقدر تقول له that's fantastic news، هذا خبر رائع أو جيد أو جميل، تمام. That's fantastic news، تمام. Congratulations، well done you، that fantastic news، هذا خبر رائع. فهذول الثلاث كلمات بإمكانك تقولهم لما تشوف إنسان أو إنسانة فاز في شيء معين، فمن الجيد من اللباقة يعني إنه تبارك له بهي الثلاث كلمات. في كلمات كثيرة بس أنا اختصرت على هالثلاث كلمات، تمام. طيب، حلو، خلينا الآن نروح للهوم، نروح المنزل، جميل. طيب، أنت عزمت إنسان عندك بالمنزل، جميل، تمام. في بعض الكلمات ممكن إنه الشخص الثاني عزمك أو أنت عزمته، يعني you are hosting or has been hosted، يعني أنت تم استضافك ولا أنت استضافته، جميل. at home، في المنزل. بعض الكلمات تقول يعني تبغى تقول للإنسان خذ راحتك، جميل، خذ راحتك. فشي تقول؟ تقول له أو make yourself at home، يعني حسس نفسك كأنك أبد، خذ راحتك، البيت بيتك، جميل. إذا make yourself at home، make yourself at home، يعني ممكن انه لابس لبس معين ويعني formal، فلما تقوله make yourself at home فخذ راحتك، يعني لا تعتقد ان الموضوع جدا رسمي، تمام. make yourself at home، خذ راحتك. طيب، لما تروح لما شخص اجنبي، من الثقافة عندهم انه انت تساعد نفسك، مو هو يجي يصب لك وتسوي كذا، لا. فايش تصير؟ فيجيب مثلا الاشياء، تمام، كافي اور اني ثينج، فيقول لك ميك يور سيلف ات هوم، يعني خذ راحتك، جميل. طيب، فلما يحط الاغراض مثلا كيك، خلينا نقول وضع كيك في طاوله، تمام، فايش يقول لك؟ يقول لك هيلب يور سيلف، ساعد نفسك، يعني اذا تبغى تقطع تبي تاكل خذ راحتك، تمام، خذ راحتك. فايش يقول؟ help yourself، ساعد نفسك، تمام. اذا help yourself، اذا make yourself at home، خذ راحتك بالبيت، help yourself يعني ساعد نفسك، يعني انا ما راح اساعدك، انت ساعد نفسك، خذ اللي تحتاج الى اخره، تمام.
نقدر رقم ثلاثة، لما تطلع مع إنسان المطعم وتقول له الحساب علي، ما راح تدفع أبد، عندي حساب. فش تقول؟ It's on me. It's on me. It's on me بمعنى الحساب علي. جميل، الحساب علي. طيب هذه الكلمة مرتبطة بالثانية، بمعنى خلينا نعطيكم سيناريو ونعطي الكلمة، نضع الكلمة في مكان معين عشان نفهم صح. لما يجي إنسان ويضع على الطاولة الكيك فيقول لك help yourself، يعني إذا أنت تبغى الكيك كبير كيك صغير it's up to you، فتمام help yourself. فتقول oh I don't know if I want a small piece or a big one، يعني والله ما أدري أني أبغى صغير، يعني الكيك تكون صغيرة أو كبيرة، تمام. فش يقول؟ يقول go for it. تمام، go for it، يلا يعني تبغى تأكل يلا ابدأ، go for it. go for it تشجعك على انه تفعل شيء معين. بمعنى لما يجي انسان يقول لك والله انا ابغى ادخل قسم المحاماة وكذا واني الان، go for it، يلا شد حيلك ابدأ. فهنا الأداة والكلمة go for it أداة تشجيعية، أداة تشجعك، تمام. طيب هذا كلهم في المنزل، لما تكون لما يعني تستضاف من قبل الأجانب. جميل. طيب dig in. dig in بمعنى حفر، احفر وأكل أو احفر وأدخل الشيء، تمام. هذا المصطلح يقال لما يعني جاء إنسان وقال لك، عزمك على مثلا عندهم مثلا طقوس معينة، فيقول دقين يلا ابدأ بالأكل، ابدأ يعني خذ راحتك، ابدأ بالأكل. فدقين بمعنى يعني ابدأ بالأكل، يعني ابدأ بأكل الشيء هذا اللي أمامك، اللي هو مثلا سواء chicken meat or whatever. إذا dig in ابدأ بالأكل. كأن هذه الكلمات، هذه الكلمات غير formal، يعني لما تكون بالمنزل وتكون من قبل الأشخاص الأجانب هذه الكلمات راح تسمعها كثير جدا، حتى بالأفلام راح تسمعها go for it, it's on me, help yourself, make yourself at home، فراح تشوف هذه الكلمات كثيرة. تمام جميل. أيضا لما تفتح باب معين ومعاك شخص معين، مثلا خلينا نقول فتاة، فايش تقول؟ تقول لهم تقولها ladies first، سيدات أولا، السيدات أولا. هذا من باب دائما، هذا as polite كاحترام كتقدير، ladies first سيدات أولا. أو تقول لما يكون شخص أكبر منك تقول after you، من أبد من بعدك. هنا بالسعودية نقول أبد من اليمين، تمام. فبهالمصطلحات هذه نقول after you، من بعدك أبد، تمام جميل. إذا هذه من ناحية الباب، لما تستقبل أحد يكون بجانبك فتقول after you، من باب الاحترام. جميل. طيب لما تكون بالشارع تمشي وتبغى تسأل إنسان، تمام، من الأدب أنك تقول excuse me I didn't mean to، يعني لو سمحت معلش ما ودي أني أزعج، بس ممكن تشوف لي الشيء فلاني. فدائما as polite كان باب يعني اللباقة، أنه تتكلم بهالأمور هذه excuse me I didn't mean to bother you could you please tell me where's that bus، لو سمحت يعني أنا آسف ما أبغى أني أزعجكم أو أزعجك، يعني ممكن اثنين قاعد يتكلمون فتجي أنت تقاطعهم، تمام. فمن الجيد أنك تقول excuse me كبداية حوار، excuse me I didn't mean to، ما يعني ما قصدت إني، وتجيب الكلمة اللي بعدها اللي أنت محتاجها. جميل. طيب روح للكلمة الثانية thank you. thank you thank you شكرا. طيب لو واحد شكرك قال لك thank you، بإمكانك تقول you are welcome،
على الرحب والسعة، لكن في مصطلحات كثيرة جدا أجمل وأكثر لباقة. أول واحدة هي don't mention it. أبد ما يحتاج يا أخوي. تمام، إذا don't mention it. don't mention it. لا تذكر الشيء ذا، ترى الموضوع عادي. جميل، إذا don't mention it. الموضوع عادي يعني ما يستاهل. If I say thank you, don't mention it. تمام؟ أو تقول it's not a problem. It's not a problem. It's not a problem. ما في مشكلة. شكرا، ما في مشكلة. تمام؟ هذه بعض الكلمات الجميلة اللي هي يعني من اللباقة. أيضا not at all، يعني بمعنى أنه على داعي، على داعي تقول شكرا. جميل، فهذه الكلمات الثلاثة تدل على من الجيد أنك تتكلم فيهم، أو لما أحد يشكرك تقول هلك الثلاث كلمات. مشاركة الحزن، لما أحد يقول لك oh my dad has passed away before blah blah، يعني قاعد يتكلم عن حالة سيئة، فتقول oh I'm so sorry. أيضا التون، إيش معنى التون؟ بمعنى الصوت، ما تقول I'm so sorry، لا، كأنه في feeling oh I'm so sorry، أنا جدا آسف. طبعا he أو هو إيش بيقول لك؟ يقول لك oh it's not a problem، أو يقول oh it's not your fault، هذا مو خطأك. طبعا لما يكون خطأ شخص آخر، تمام، لكن من الجيد لما أحد يكون يتكلم عن حزن، من الجيد اللي بقى تقول تشارك الحزن عن طريق كلمة I'm so sorry. طيب لما أحد يعرض عليك حاجات، تمام، قال لك مثلا ممكن أصب لك شاي أو شيء، تقول yes please that would be great، إيه لو سمحت، والله الصراحة هذا الشيء رائع. تمام، لما أحد يبغى يصب لك شاي، يجيب لك موية، أي شيء، yes please that would be great. No I'm full، لا أنا مثلا شبعان، أو I'm satisfied، تمام أنا يعني ما أحتاج، أنا شبعان. طيب أنت لو أنت أو أنتي لو تبغي تسأله عن شيء معين، من اللباقة تقول could you please، أو مثلا أحد يبغى يعطيك شيء معين، أو تقول له لو سمحت عطني الشيء فلاني، فتقول could you please give me this، could you please، could you please give me this، لو سمحت ممكن تعطيني الشيء هذا، could you please، could you please give me this. تمام، طيب أيضا would you mind to handle، لو سمحت ممكن تناولني الملف، would you mind to handle the file، ممكن تناولني، handle مأخوذة من hand، يد، handle مناولة، تمام، فصارت فعل. would you mind، ألا تمانع، ممكن يعني لو سمحت بلباقة، would you mind، could you، فكلها لبقة. جميل، أيضا can you excuse me، ممكن يعني تعذروني، مثلا لو أنا جالس مكان وتأخر وقت أقول oh guys can you excuse me، ممكن تسمحوا لي أنا بمشي. تمام، تمام. أيضا لما نسمع خبر جيد فبإمكاننا نقول that sound good، that is sound good، يعني هذا الخبر جيد. تمام، فهذه الكلمات يا شباب انه من الجيد ان الانسان يستخدمهم في يعني الحاجات اليومية، من الجيد ايضا يفهم كيفية اللي هو المجتمع، يعني ديناميكية المجتمع، يعني مو مسألة فقط ان احفظ كلمات، لا، في كلمات تقال بالمكان هذا. تمام، شكرا لكم، الى اللقاء.